انه يعود جميل الى مستوى. ابو سعد يقول تخطينا احنا صعدنا. طبعا يتكلم نصراويته السابقه لا يمكن يعني يمكن ما هذا ما يحتاج لجدل اساسا. نواف ميت والضحك يضحك. هذا ما يحتاج لجدل. يعني شوف انا بيتي الثاني النصر. أي. وانا عشت حياتي كلها في النصر. كان قائد للفريق وانا ابن نادي النصر. انا ما لومك. لا يمكن انا شوف في الوقت خلينا نتكلم صراحه الوقت اللي ينهزم فيه النصر انا اتالم. تزعل صراحة. تزعل ابو سعد؟ ازعل واحيانا القولون عندي سلامتك يسبب لي مشكله. اذا خسر النصر؟ اذا خسر النصر الى الان انا حظل نصراوي الى ما لا نهايه لاني انا عشت نصراوي. انا بيتي الثاني نادي النصر. عشت من صغري انا في نادي النصر من عمري 14 سنه. انا عشان كذا اقول ما الومك. انا من عمري 14 سنه انت تقول وانا عشت في نادي النصر الى الان. انا عمري الان 60 سنه. الله يعطيك طول عمرك. عشت عمري الثاني من 14 سنه الى 60 عشت في نادي النصر. طيب إذن كل عمر إذن أنت يعني انت من الصعب نعم. من الصعب اذا انت تقول كذا اجل وش يقول الجمهور النصراوي اللي عاصر الفتره الذهبيه يوسف خميس ماجد عبد الله محمد الجمعان فهد الريفي من بعد يعني صح المطلق يعني اسماء وش يقول اللي عاش الفتره هذه الحقبه هذه الذهبيه للنصر ويتابع النصر الان ويخسر وش يحس يعني وش الشعور اللي قاعد يمر فيه. اقول لك شيء يمكن تستغرب. تصدق جماهيرنا هذه اللي كانت في السابق إلا الآن علاقتنا فيها وعلى تواصل إحنا وياه تستاهلون أنتم رموز كبيرة أبو سعد. لا علاقتنا فيهم لا نتقابل في المناسبات ودائما إذا حصلناهم كلهم كل احترام وتقدير ولا وهم أكبر منا سنا يعني في المرحلة هذه ولكن لا زالت علاقتنا بهم. شوف لأن الكرة في الفترة هذه كانت بسيطة نعم. وكان كل شيء يعني يا ما فرحتوهم يا ما نثرتوا الفرح في المدرج النصراوي يا أبو سعد يا ما حققتوا بطولات وإنجازات للنصر. أنا ودي بصراحة أتمنى النصر يحقق كل الانتصارات عشان بس أبو سعد لا يرتفع عند القولون لا سمح الله يزعل ويعصب لسلامة أبو سعد. أتمنى النصر يحقق كل الانتصارات في المباريات القادمة. نروح حالة تحكيم أبو زيد.